قال لي المتاية دي عطار، قال لي المتاية دي في العشة فوق والاتنين. السلام عليكم يا رجالة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في ظل الظروف اللي احنا فيها دي كلها. بص يا شباب، انا طالع اتكلم معاكم في كلمتين كده مهمين، او مش عشان اي حاجة، بس هو كلام مهم. من قيمة 5-6 شهور كده شاب محترم كلمني وقال لي عايز قص قشر بنادق وعايز قص فلوس وعايز كام واحدة كده. قلت له عينيا حاضر. شاب جميل وشاب محترم جدا جدا جدا. المهم ايه، جبت له القص القشر بنادق وجبت له القص الفلوس وجبت له كام واحدة كويسين. المهم بعد 3 شهور او 4 شهور راح متصل بيا وراح قايل لي ايه، انا القص القشر بنادق ما اشتغلوش وباين عليا ان بتاع طار والكلام ده كله. قلت له لا الحام ايه، اصبر عليه شويه من تغيير المكان ممكن الحمام يريح. فقال لي يعني ايه ممكن الحمام يريح؟ قلت له زي ما بقول لك كده يا جماعه، الحمام الغزار انتوا فاهمينه غلط. الحمام الغزار يا شباب انا ممكن انقل قص من باب لباب يريح. هو الحمام الغزار كده، الحمام الغزار كده لو في قلب العشه اهو، العشه ما اتحركش منها، لو نقلته من باب حطيته في باب تاني يريح، ان تاني يريح ممكن ما تحسيش. تمام. المهم ايه، عدى شهر شهرين كمان بعد 6 شهور راح قايل لي انا مش عايز الحمام ده، انا عايز ارجعه. اتصل بيا وجالي وقلت له عينيا حاضر وهات الحمام. دي النتايج. طور الحمام اتدبل باسم صاحبه، تمام، الذكر والنتاي. لو النتاع طار انا مش هدبل حمام، لو اي حد يعني، لو النتاع طار وهنزل ابيعها انا مش هدبل حمام برقم تليفوني. انا مش، لو هو هيسمع الفيديو دوت انا مش طالع عن يعني طالع كده، تمام، الذكر والنتاي. لو النتاع طار انا مش هدبل حمام، لو اي حد يعني، لو النتاع طار وهنزل ابيعها انا مش هدبل حمام برقم تليفوني. انا مش، لو هو هيسمع الفيديو دوت انا مش طالع عن يعني طالع اتكلم عليه والكلام ده كله، لا هو اخ عزيز عليا وانا عشان كده احترمته وقلت له تعالى اتفضل هات الحمام. دي النتايه يا رجاله. انا عايزكم بس ايه، تركزوا في الحمامه كويس اهي. النتايه متدبله، دبله ايه صفر، تمام. النتايه دي انا هشغلها بفضل الله، يعني بفضل الله. النتايه دي الحمام، يعني انا عايز اقول لكم الحمام جاي ضعيف مش واقف كويس. الحمامه دي انا طالع الفيديو دلوقتي علشان هقول لكم الحمامه دي بفضل الله هشغلها، ولو اراد ربنا يعني ان انا اشوفها وهي بفضل الله هتحصي هصورها لكم وهتحصى عشان محدش يقول لي انت حطيت حصى، انت حطيت حصى للنتايه وقلت النتايه باظت. تمام. الحمام يا رجاله الغزار بيروح من مكان لمكان ممكن يقعد سنه ما يحصيش لغايه ما يطبع على المكان وياخد على المكان، وناس كتير جواها تسمعني ويطلعوا يردوا عليا في الكلام ده. حمام غزار مش زي اي حمامه بتجيبها، حمامه شامي، حمامه كشك، الكلام ده كله بيجي اسبوع 10 ايام حص. حمام الغزار ده بالذات بيبقى ليه معامله خاصه، بيبقى ليه طريقه تانية في الكلفه، في كل حاجه، في الكالسيوم، في كل حاجه انت بتقدمها له عشان بتقدم له مناخ كويس يستريح فيه ويبدا النتايه تشتغل. انا جايب قص خضر محدش شافه، يعني انا مصورتش القص ده. القص ده انا هوريه لك. القص ده انا واخده بقالهم دلوقتي زياده عن 3 شهور. متاع حصت في الباب ده. تمام. اول ما جت كانت معبيه عند صاحبها، حصت في الباب ده، شلتهم نقلتهم هنا، مش
شلت النتايه من على الدكر شويه عشان كان فتره القلش والكلام ده، ورحت لسه ايه رددها له منين الكمين. ما اشتكتش، ما قلتش الحمام مش هيشتغل والكلام ده كله، او انا هرجع حمام. انا بفضل الله النتايه دي اهي تقشر بندقه، مش هقول لكم واو يعني عاليه قوي، انت كويسه تمام. انا هحطها في الباب ده لوحدها، هحطها في الباب ده لوحدها، هوقفها شويه تقف وتملى شويه لانها ضعيفه شويه. هديها دكر، انا الدكر اللي قشر بندق صاحبي خده، يا ريتني كنت ايه قبل ما ياخده اصوره له الدكر بتاعها. عامة لو النتاية عطار خدت دكر دكرين ثلاثة غيره مش هتحصل تمام. وانا بقول يا رجالة، وبرضو يطلعوا يقولوا لي في التعليقات، انا بقول اللي مفيش حمام عطار هو ممكن الحمام يريح بالسنة بالسنتين ترجع ممكن تحصلك حصوات. الحمام الموضة الزينة الزينة، الحمام من كتر الدخول على بعض والابن ياخد امه والذكر ياخد والبت تاخد ابوها والكلام ده كله بيحسن. ولما تيجي تقف ممكن تحصلك حصبيه، حصى صغير كده مؤاخذه يا رجاله الناس اللي في الشارع، حصى صغير كده حصبيه تمام تحصل. انا هديها الذكر، عندي ذكر اسود هنا قبل اسود اديها له، بس مش دلوقتي بقى، كمان 10 ايام كده ولا حاجه تمام يا رجاله. هوريكم القص الخضره عشان ايه ما ادي القص الخضره يا رجاله. بس الحمام ده ما بيتمسكش، انا ما بمسكش حمام، انا ما بمسكش حمام غير لما اجي اشوف نتاع على حصوايه بتاع لسه الكلام ده كله. ادي النتاية، دي النتاية، بص خدها عامل ازاي. لا مش النتاية، ده الضخ، دي الضخ طلع لسه ميه من ده. بص برد حمام من الممنوعات، بيقولوا عليه من الممنوعات واضحة. واضح سام ازاي؟ سكتة سلت من تحت، حاجة الصلاة على النبي ايه؟ حاجة محترمة يعني. أنا بوري ايه؟ الرواية بتوعك. الشدكر اهو. هو في حاجة بقى المفروض يبقى في مسلة هنا، بس دي ما تعبوش يعني، عيب عادي يعني، دي ما تعبوش. النتاية بمسلة، الصلاة على النبي، يجيبوا حمام كويس. ده الدكر النتاية. اسمع اسمع واتفرج على الحمام. الحمام كان شغال عند صاحبه، جه ريح، جه هنا ريح تمام. مش هقول للحمام ايه عطار، مش هقول للحمام مش عايز يشتغل. بص الحمام طبعا انا بحترم كل الناس وكل اراء الناس، وانا متطوع بالموضوع ده علشان الناس اللي ما بتنزلش سواق تعرف تجيب حمام. يعني انا عايز اقول لكم اللي انا اتضريت من الموضوع دوت. انا طالع دلوقتي مش بقول فلان او فلان او فلان، راجل محترم قوي قوي قوي، وعايز اقول لكم كمان عشان حاجه في حقه، يعني هو ما خدش فلوسه، قلت له هحول لك فلوسهم شويه تمام. ما خدش فلوسهم، وانا خدت القص، انا القص يلزموني، لان انا لما بشتري حمام من حد ما برجعوش، انا لما بشتري حمام من حد مش برجعه تمام. تعالوا بقى يا رجاله، ده الكلام اللي عندنا. تعالوا بقى ايه نلف الكاميرا كده ونوريكم شويه الزغاليل اللي عندنا والحمتين، ونوريكم فرجه كده جميله. يلا بينا شوف الحمام
الحصى ايه نظامه وهيفك امتى قدامه شويه كده. الحصى ده خلاص اهو بينقر اهو كده قدامه، وان شاء الله باذن الله الزغاليل ده هتطلع بكره بامر الله بفضل الله يعني. وده برده كذلك القص ده الشخاشله اهو، تعال نطلع لكم الشخاشله كده تمام، تعال نحطهم لكم بره كده نوريكم فرجه حلوه كده كويسه مع بعضينا كده يا شباب، مع بعضينا كده بفضل الله. بصوا الله اكبر الشخاشله ايه، نعمل لكم فرجه حلوه كده. دول الشخاشله تمام، طالعين ببرانيت اهو، طالعين ببرانيت اهو يا رجاله تمام. هنجيب لكم برده ايه، هنشوف برده الحمام اللي هنا، نجيب لكم البوازات، بوازات اهو ما شاء الله. تعال نحط لكم البوازات هنا، ادي البوازه كمان، البوازه اهو ادي كام واحده اهو ما شاء الله الزغاليل اللي عندنا. الله اكبر بوازه الاثنين البوازات دول الزغلولين دول هنسيبهم ان شاء الله باذن الله يكبروا كده ويكملوا على خير، وهنسيبهم. الشخاشله دول اخ عزيز عليا طلبهم مني، طبعا ما بعزش حاجه عن حد، طلبهم مني دول اول عش يطلعوا لي وفضل الله الشخاشله هم. الله اكبر عليهم ما شاء الله. وجبنا العين دي يا رجاله اهي، هنحط فيها الحمام اللي ملوش عيون تمام يا شباب. تعالى بقى ايه رجع الحمام، ادي الزغاليل بفرجكم على كل حاجه احنا بنعملها مع بعضينا بفضل الله او بامر الله. طبعا الحصى ده كله محصي مع بعضه، كله محصي مع بعضه. انا هدي النتال الدكر ده، هدي النتال الدكر اللبلق الاسود ده تمام. هنوقفهم بس ايه شويه. بص بقى في هنا حاجه، الزغلول ده خلاص، بص الزغلول ده الشخاش لما بيزقوش كويس، وانا قلت اجربهم. ايه اللي حصل بقى؟ اللي انا قلت يمكن هم حصوا مع النتايه الحلبيه دي، قلت يمكن الحصى ما يعمرش، رحت حاطط الحصويتين بتوع الحلايب عندهم هنا، ورحت حاطط الحصويتين بتوع الشخاشله عند الحلايبه هنا، قلت يمكن الحصى ما يعمرش ما نخسرش الزغلولين الحلايبه تمام. الحصى عمر وده عمر، استحرمت اللي انا ارمي البيض وهو معمر، انا استحرمت ارمي البيض وهو معمر. ده حصل بلق، ده حصل بلق، كله ان شاء الله هيفك مع بعضه بامر الله، كله هيفك مع بعضه. القص ده بيزق كويس حسب بلق الخضر دول، حصل بلق الخضر دول. السكرتات اهم تمام، لسه ما حسوش تمام يا شباب. وادي الخضر، وادي البنايده. هوريكم فرجه سريعه كده عشان الفيديو ما يطولش علينا. بص البوازات طلعوا، بص البوازات طلعوا، بوازات سبت الباب مفتوح طلعوا. بص البوازات دول جمال قوي 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 ما شاء الله تمام. كده بقى احنا ان شاء الله باذن الله، ودول حصل حمر، دول حصل حمر تحت الحلبة والكركنديه دي، حصل حمر دول، حصل حمر دول تمام يا رجاله. دول لسه ما حسوش، البوازات دول لسه تمام، والمساويد لسه ما حسوش. وادي البنفسجي بتاعنا تمام، قفلنا عليه الباب عشان ما يبوظ نفسه، يعني انا لما فتحت له ما كانش ليه مكان، اتلاقيته هيبوظ نفسه. الشاب لسه ايه عليه ريش، ده لسه عليه 8، وتلاقيته بيزوف ويقعر في الارضيه وبتاع كده هيبوظ، هنبوظه تمام يا رجاله. دي كده فرجه بسيطه كده معانا يا شباب، ورب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم ويعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه واللايك يا رجاله، عشان عند ما نوصل ل 10,000 مشترك في هدايا كتير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.